لا هي جواز تلقيح، غير كيقولوا جواز تلقيح، ما هي تلقيح هي واجب وطني. شتي واجب وطني علاش؟ باسكو الف فوق الخمسينات والستينات كاينه والدينا كيلقحوا ايام الاستعمار وعليه منهم عبد الربيع درس تلقيح على ديك واحد لا مالادي ديال التيفويد كتسمى لا تيفويد. دونك الناس سون اوبليجي باش يديروا هاد التلقيح هادي بلا ما يفكروا في جواز ولا ولا ولا. هادي مهمه وطنيه خصهم يديروها. علاش؟ باسكو كاين سيدنا الله ينصرو هو الاول اللي دار المبادره ودار التلقيح. دونك ما علينا الا نتبعو، ما بقى عندنا ما نقولو خصنا نتبعو. مزيانه جلبتي انت؟ جلبتها باقي دابا الثاني، كان معايا موعد باش نمشيو للثاني. وهاد الوريقه غتساعدك تولي تخرجي وقت ما بغيتي؟ ديرها معايا نهزها معايا بحال هكا. تنصحي الناس اللي ما داروش اللقاح او اللي مازال خصهم يديروه؟ ضروري يديروه. ونطلبوا من المواطنين يديروا الاحتياطات اللي كتقول الدوله. الاحتياط من جميع الجهات، سواء الكمامه، سواء في التباعد الاجتماعي، سواء فهذا. والحمد لله راه المغرب ديالنا الحمد لله راه هاد الشيء اللي دارت السلطه المحليه راه عطى النتيجه ديالو الحمد لله. ليبيا ولينا كنوصلوا 400 300 350 تزيد القمر، ماشي بحال الدول الاخرين اللي هما عندهم 3000 4000 5000. ولكن كنطلبوا يخفوا شويه على المواطنين على هذا الحصار اللي دار المغرب دابا الحمد لله. ليبيا يتلقوا شوية بس الناس راه الناس تمحنات، الناس الدراوش راه تمحنات مديانو معنويا. شكرا. جلبتي المرة الأولى والثانية؟ المرة الأولى والمرة الثانية. دابا انتم اللي جلبتوا غيعطيوكم واحد الباسبور، واحد الجواز. واحد الباسبور. آه. خبارك؟ ها؟ خبارك غتلقى؟ غادي كانت لي واحد السيدة. أنا غنشرح لك هذه الوريقة تيتسمى باسبور ديال التلقيح، يعني أنت دابا من القاع عطوك ديك الوريقة يمكن لك تخرجي بالليل، يمكن لك تسافري تخرجي من 11. في المغرب. كي جاتك القضية؟ زوينة. مزيانة؟ ها؟ لا ما مزياناش. حيت راه أولي بزاف الصداع، فهمتي؟ بزاف ديال الصداع، يعني فهمتي دابا حنا صغار، واش حنا ما نسافروش؟ يعني حنا مازال ما وصلنا لديك الوقيته اللي حنا نديرو تلقيح، مازال صغار حنايا، فهمتي؟ يعني راه ينوض الصداع، يعني بنادم ما يبغي يسافر، دابا باباك مسافر، أنت عندك 20 عام، خصك ضروري تسافر معاه. شنو غدير؟ ما غدير والو، يعني غينوض الصداع ما بين خصك تسافر مع باباك، يعني هذا الشيء انا ما متفقش معاهم. لا ما مزياناش حيت راه اولي بزاف الصداع، فهمتي؟ بزاف ديال الصداع، يعني فهمتي دابا حنا صغار، واش حنا ما نسافروش؟ يعني حنا مازال ما وصلنا لديك الوقيته اللي حنا نديرو تلقيح، مازال صغار حنايا، فهمتي؟ يعني ينوض الصداع، يعني بنادم ما يبغي يسافر، دابا باباك مسافر، انت عندك 20 عام، ما خصك ضروري تسافر معاه. شنو غدير؟ ما غدير والو، يعني غينوض الصداع ما بين خصك تسافر مع باباك، يعني هذا الشيء انا ما متفقش معاهم بصفه نهائيه. فهمتي؟ بصفة نهائية ما متفقش معاهم. اللهم يا كلشي يخرج يا كلشي، أما واخا داروا التلقيح يعني يخرج كلشي راه غيتزاد المرض. هو خرج مشى جاب مرض من مدينة أخرى غيجي يحطو في مدينته غينوض بزاف يرجع داكشي كيما كان. يعني قرار بان لك لا ماشي شلي، يعني ما شنو نقول لك، ما مزيانش.